هذه فرصة ياسين الثالث 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 الثالث. إنه ياسين يا سادة، إنه ياسين يا سادة، إنه خارق للعادة، عملها الساحر الجزائري فقط هو ياسين. أنت استثنائي يا ولدي، شوف رمية التماس، شوف الخطأ الكبير، لم يكن متسلل أبدا، هدف صحيح، هدف صحيح مع صدق الإصرار والترصد. الغرافة يعود، وأي عودة، الغرافة يعود، الفهود تعود، وينتصر على الطوفان على النحيل بعدما تأخر بهدف عاد وتعادل، تأخر بهدف ثاني عاد وتعادل، وجاءت لمسة الانتصار بأقدام النجم ياسين. نعم ياسين يسجل ثلاث أهداف هاتريك، الهدف الثاني قد يكون لبولي، لكن هدفين لهداف الدوري خمس أهداف يصبح سبعة أهداف. تقدم ولم يخاف، يا فرحة الفهود في هذا اليوم الموعود،